دكتور، احنا عارفين ان وكلتي كل بقى. شويه بتطلع موضه كده في الدايتس. قعدنا فتره نشوف الفات دايتس، وكان في مقابلها البي بي دي او البلانت بيز دايت. انت متخيله ان الانظمه النباتيه ممكن تكون اقل خطر في الاصابه بفيروس كورونا، وبرده في نفس الوقت تساعد الجسم على انه ينزل بنفس السرعه اللي بتاخدها الناس اللي ماشيه على الفات دايت او على الانظمه العاليه الدهون؟ بصي، هو في ترندات كتيرة جدا للفات دايت والكيتو دايت وشوية حاجات كتيرة قوي طلعت موضة، بس حقيقي الكيتو دايت أو خصوصا يعني الكيتو دايت كان نظام غذائي أصلا عاملينه الدكاترة عشان أنواع معينة من الأمراض، من ضمنها الأمراض اللي بتيجي التشنجات كتيرة، لأن الفات دايت بيخلي الأيض بتاع الجسم قليل، يعني بيخلي إن المخ بيقلل الكهرباء العالية في المخ فتقلل لي لمرضى الصرع التشنجات. لكن والألزهايمر وما بالظبط، أشبهها. نعم، لا خلي بالك الفات دايت هنقول المشاكل بتاعته ان من ضمنها انه بيزود لي الزهايمر، لكن انا بقلل بس الكهرباء بتاعت المخ. لكن الفكره بقى ان في انواع من الدايت احسن من انواع، انا هقول لك الفاكهه والخضار والحاجات دي فيها فيتامينات حلوه جدا هتعزز المناعه، بس مش بقول ان انا ابقى فيجيتيريان بمعنى الفيجيتيريان النهائي، لان انا لو في الدراسه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي لسه معموله في مجله نشر ديسمبر 2022 اللي استخدموا فيها، جابوا الفئران وادوهم كوكونات اويل وصويا اويل والحاجات اللي هي اصلا نباتيه، فمش تمام. معنى كده ان انا الدايت النباتي هيخليني انا كده في السليم وانا كده كويس وانا طبعا صحتي. الفكره فانا باخد كميات قد ايه ونسب قد ايه من العناصر الغذائيه الاساسيه للجسم. انا هاخد دهون كتير هاصاب بامراض كتير. طيب، عايز اسال حضرتك كمان دكتور سالي، علاقه الانظمه الغذائيه بضعف جينات الجهاز المناعي، يعني هل ممكن تكون سبب مثلا في خلق بيئه يعني تزدهر فيها البكتيريا، وتحديدا البكتيريا الامعاء الضاره؟ بالظبط، انا لسه قايل لحضرتك ان الفات دايتس او الانظمه الغذائيه الغير متوازنه والغير صحيه بتخلي لي الميكروبات اللي في الامعاء تحصل لها ديسبيوزس، الميكروبيوم دي يحصل لها خلل يخلي لي يعمل سبريشن او ان انا اقلل البكتيريا النافعه اللي بتحميني، عامله زي خط الدفاع الاول جوه الجسم عن الخلايا بتاعه الامعاء نفسها، وبتخلي لي بتنشط لي الميكروبات الضاره، وبالتالي يخلي الجسم طول الوقت كاني في حاله دفاع، تعمل زي ارهاق للجهاز المناعي، بالتالي يبقى مناعته ضعيفه جدا لاستقبال اي مرض، غير ما انها الديسبيوزز او الاختلال في البكتيريا النافعه في الامعاء بتخلي البرمابيلتي او النفاذيه بتاعه الامعاء كبيره، بدل ما هي متماسكه كده وبتعدي لي بس العناصر الغذائيه المفيده بتخليها مفككه، وبالتالي تعدي لي ميكروبات، تعدي لي مواد غذائيه تسبب لي التهابات وتسبب لي حساسيه، وبالتالي دور الجهاز المناعي جدا. انا عايزه اقول لكم ان الفات دايت نفس الباحثين اللي انتشرت المواقع العالميه وبيقولوا ان هو الفات دايت طالعه بيزود لي الالتهاب بتاع الجهاز المناعي او الاصابه بفيروس كورونا، عملوا دراسه في 2015 وقالوا ان الفات دايت دي او اللي هي الانظمه الغذائيه عاليه الدهون بتسبب لي مرض السمنه، مرض السكر، مقاومه الانسولين، الكبد الدهني. الكبد الدهني دلوقتي ما بقاش زي زمان نقول ده عندك شويه دهون على الكبد، لا، الكبد الدهني دلوقتي سبب في تليف الكبد وممكن يسبب سرطانات. وبرضه عملوا دراسه في 2020 لقوا فيها ان مش بس بتاثر لي على الصحه العامه، بتاثر لي على خلايا المخ والجينز بتاعت البرين او الدماغ، ممكن توصل لتوحد زي ما قلت حضرتك، تعمل زهايمر، تبقى مسببه للقلق والتوتر والاكتئاب، فمش احسن حاجه خالص الفات دايت. ولو هننصح بانواع دايت معينه فعندنا الميديترينيان دايت، عندنا الداش دايت لامراض الضغط واللي عندهم ارتفاع في الضغط، عندنا الفيرونيك دايت او اللي هو الدايت الفرعون، نرجع بقى لاصلنا المصريين.